السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. نواصل مواضعنا فيما يتعلق بنظام صعوبات المقاولة، وغنشوفو دابا مسطرة ديال صعوبات المقاولة، ديال معالجة صعوبات المقاولة. فبالتالي فإذا كانت الوقاية من صعوبات المقاولة كتلعب دور هام في تجنيب المقاولة خطر الوقوع في مرض التوقف عن دفع الديون، فإن هذه الوقاية رغم أهمية مصادرها قد تفشل في تحقيق أهدافها، إما لأن استمرارية استغلال المقاولة بقي مختلا رغم اللجوء إلى الوقاية الداخلية، أو لأن تدخل رئيس المحكمة عن طريق الوقاية الخارجية لم يأتي بأي نتيجة بسبب عدم وجود متدخل من الأغيار لتذليل صعوبات المقاولة، أو عدم نجاح الاتفاق المبرم مع الدائنين، أو عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عنه. بل إن المقاولة قد لا تخضع لأي وقاية سواء الداخلية أو الخارجية نظرا لطابعها الاختياري، أو أن وضعية المقاولة وصلت درجة من التأزم ولم تعد تنفع معها أي وقاية، حيث أصبحت في وضعية التوقف عن دفع ديونها. وفي جميع الأحوال ففي جميع الأحوال خصوصا في جميع هذه الأحوال، وما دامت المقاولة عاجزة عن سداد الديون المستحق عليها، فإنها تدخل في مرحلة المعالجة للتطبيق عليها، أو لتطبق عليها مساطر معالجة صعوبات المقاولة التي نظمها المشرع في المواد 560 إلى 618 من مدونة التجارة، شريطة أن لا يؤدي ذلك العجز إلى اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه، وإلا انتقلت إلى مرحلة التصفية القضائية كما نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة 568 من مدونة التجارة، التي جاء فيها يقضي بالتسوية القضائية إذا تبنى أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، وإلا فيقضي بالتصفية القضائية. إذن كيبقى هذه معالجة صعوبة المقاولة، يمكن دراستها أو تحليلها على شكل مستويين، المستوى الأول هو فتح مساطر معالجة صعوبة المقاولة، والمستوى الثاني التسوية القضائية. إذن نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض، أعيد تشكراتي لجميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح.